ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا حلوين احنا هناخد حاجه جديده معانا خالص، اسمها حروف الطرد. اسمها ايه؟ حروف الطرد. اسمها ايه؟ حروف الطرد. طيب يعني ايه حروف الطرد يا مس؟ حروف الطرد دي يعني هي مجموعه من الحروف. عندنا هم 6 حروف كلهم بيعملوا ايه؟ من اسمهم كده حروف الطرد، يعني بطردوا الحرف اللي وراهم. يعني ايه بطردوا الحرف اللي وراهم؟ يعني بيقولوا للحرف اللي وراهم ابعد، امشي امشي بعيد عني، ما تشبكش فيا، انا عايزه اكون كده لوحدي. انا اساسا من حروف الطرد، ما ينفعش اشبك في الحرف اللي ورايا. طيب يلا يا حلوين، الاول نحفظ الاغنيه بتاعت حروف الطرد، بعد كده نشرحهم. حروف الطرد 6 تمام، الالف الدال، الزال الراء، الزاي الواو. حروف الطرد 6 تمام، الالف الدال، الزال الراء، الزاي الواو. بصوا كده معايا يا حلوين، ديت كلمة ايه احنا اخدناها قبل كده؟ اسد، اسد. برافو. طيب بصوا يا حلوين، ده حرف ايه؟ حرف الالف. حرف الالف جاي فين؟ في اول الكلمة. طيب حرف الالف شابك في حرف السين؟ لا يا مس، حرف الالف واقف لوحده. طيب ليه؟ عشان هو ايه؟ عشان هو من حروف الطرد. احنا قلنا حروف الطرد بتعمل ايه؟ بتقول للحرف اللي وراها امشي امشي بعد عني، ما تشبكش فيا. طيب احنا خدنا ده الايه يا حلوين؟ بصوا معايا كده، حرف الدال، اخدنا دال، دلو، دال، دلو. طيب ها شفتوا ده حرف ايه؟ حرف الدال. حرف الدال شابك في حرف اللام؟ لا، عشان هو من ايه يا مس؟ عشان هو من حروف الطرد. قلنا ايه هي حروف الطرد؟ قلنا حروف الطرد هما 6 حروف بيقولوا للحرف اللي وراها امشي امشي بعيد عني، ما تشبكش فيا، انا عايزه افضل واقفه لوحدي. حرف الدال عندنا حرف ايه من حروف الطرد؟ حرف الزال. طلع لسانك لبره، قلنا حرف الزال من حروف ايه؟ من حروف اللسويه. برافو يا شطار. اخدنا زال، اهو زيل، زال، زيل. طيب قلنا يا حلوين اهو حرف الزال، ما هو شابك في حرف اليه ليه؟ عشان حرف الزال من حروف ايه؟ من حروف الطرد، اللي هي بتقول للحرف اللي وراها امشي امشي بعد عني، ما تشبكش فيا. خلاص. طيب اخدنا را، رجل، را، رجل. اهو حرف الراء بعيد عن حرف الجيم، عشان هو من حروف ايه؟ من حروف الطرد. طيب ذا، ها، زهرة. برافو، ذا زهرة. اهو حرف الزاي واقف لوحده، عشان هو من حروف ايه؟ من حروف الطرد. طيب اخر حرف معانا اللي هو حرف ايه؟ حرف الواو. واو وردة. اهو واو وردة. اهو حرف الواو واقف فين؟ واقف لوحده، علشان هو من ايه؟ من حروف الطرد. يلا يا حلوين نحل مع بعض دودة حروف الطرد. قلنا ايه هي حروف الطرد؟ قلنا هما كم حرف؟ قلنا ان هما 6 حروف. طيب يلا مع بعض نكتبهم مع بعض، اللي هما ايه؟ مين هيقول معايا؟ الالف، الدال، الزال، الراء، الزاي، الواو. هي دي دودة حروف الطرد. يلا كلنا نكتبها سوا، ها، ونبعتها يلا للمس كده، ونشوف مين الشاطر اللي كتب معايا دودة حروف الطرد.